السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نشوفوا مع بعضنا ملخص أو راح نشوفوا مراجعة عامة ونظرة عامة على كل الوحدات اللي يقراوهم مختلف الشعب. في الإنجليزية عندنا ست وحدات، عندنا ربعة لكل شعبة، عندنا شعبة علوم تجريبية عندها أربع وحدات، وشعبة أدب وفلسفة وشعبة لغات أجنبية عندهم أربع وحدات. دونك كاين زوج وحدات مشتركة اللي هي وحدة الإيثكس إن بيزنس، والوحدة تاع الوحدة الأخيرة اللي هي تاع الفيلينز أند إيموشنز، هذيك تاع وي آر أي فاميلي. راح نشوفوا مع بعضنا مراجعة عامة على كل القواعد اللي درناهم وعلى مختلف الوحدات قلنا نهضروا عليهم شوية، وعلى الكلمات اللي لازم تحفظوهم في كل وحدة واللي لازم تعرفوهم في كل وحدة. هذا الملخص راني كتبت بلي اللي خاص بشعبة علوم تجريبية، لأنه راح نحكي إلى الوحدات تاع شعبة علوم تجريبية، لكن كذلك يفضل أنه إلى يشاهدوه كذلك تاع الأدب وفلسفة، وكذلك بالنسبة للغات أجنبية لأنه راح نعاود فيه شوية القواعد، نحكي شوية على القواعد. كذلك كما قلت بانه كاين وحدتين مشتركتين مع بعضهم، دونك يفضل انهم يشوفوا كذلك تاع ادب وفلسفه ولغات اجنبيه كذلك. بون نبداو مع بعضنا نشوفوا بعض الوحدات اللي نقراوها اللي يقراوهم شعبه علوم تجريبيه. عندنا الوحده الاولى اسمها ill gotten gains never prosper. ill gotten gains اللي هي المكاسب اللي اكتسبوها بطريقه غير شرعيه، قال لك never prosper يعني ما تزدهرش ابدا، يعني الحاجه اللي اكتسبناها بطريقه غير شرعيه ما تزدهرش ابدا. حنا نعرفوا بوحده ethics in business اخلاقيه العمل، لكن هي فيها مختلف يعني تتضمن مختلف sequences، فيها sequences عديده كل سيكونس على واش تحكي. راح نشوفوا مع بعضنا شويه هكا واش لازمنا نعرفوا في هذه الوحده. عندنا unethical practices الممارسات غير الشرعيه ولا غير الاخلاقيه، عندنا كيما corruption فساد، bribery اللي هي الرشوه، عندنا nepotism قلنا هي المحاباه الاقارب والله كيما قلنا بالعاميه تاعنا المعرفه، عندنا fraud اللي هو التزوير، tax evasion التهرب من الضرائب، and embezzlement اللي هي الاختلاس. دونك هذو بعض الكلمات فقط اللي لازم تعرفوهم، من بعد راني نزيد باذن الله ندير لكم في صفحه الفيسبوك مختلف المفردات اللي لازم تحفظوهم والشرح تاعهم. عندنا واش شفنا في هذه الوحده، شفنا عندنا expressing cause using providing that and as long as، هذو هما دروس الجرامير تاع الجرامير. دونك اول درس هو expressing cause using providing that as long as، شفنا مع بعضنا درس as long as and providing that. نذكروا تذكير خفيف، عندنا main clause verb in the future simple plus providing that ولا as long as plus subordinate clause verb تاعها يكون في present simple، قلنا هذو لازم تحفظوهم. عندنا مثال نعطيكم مثال for example نقولوا banks will lend you money to start a business as long as you promise to pay them back. كما راكم تشوفوا will lend راهي في future simple and you promise راهي في present simple. دونك قلنا providing that عندها جمله مرتبطه بها اللي هي subordinate clause، الverb تاعها يكون دائما في present simple، والجمله اللي مش مرتبطه ب providing that الverb تاعها يكون في future simple. هذه كانت expressing cause using providing that and as long as، هذه القواعد لازم تحفظوهم، وانا يعني يفضل انكم تحفظوا مثال فقط for example، تحفظوا مثال راح تطبقوه على كل على الجمل اللي تلقاوهم نتوما، احفظوا مثال واحد وبالتالي راح تقدروا تطبقوه وتبدلوا برك الكلمات اللي يعطيكم. عندنا ثانيا شفنا expressing wish ومختلف انواع الامنيه اللي هي عندنا a present wish a past wish and a future wish. الباست البريزنت wish كيفاش نعبروا ليها، عندنا subject الاول plus wish plus subject الثاني plus verb in the past simple. عندنا الباست wish كيفاش نعبروا ليها، عندنا subject number 1 plus wish plus subject number 2 plus verb in the past perfect. A future wish عندنا هي subject number 1 plus wish plus subject number 2 plus could or would plus stem. could ولا would ومعها stem. نعطيو مثال على present wish، نقولو I wish I was better at maths. I wish I was better at maths. was راهو في past simple. عندنا a past wish نقولو I wish I hadn't gotten a bad mark. I wish I hadn't gotten a bad mark. This is the past perfect. hadn't gotten. had got.
A future wish is subject number one plus wish plus subject number two plus could would or plus stem. An example: I wish my mom would get better. I wish my mom would get better. هذا وراكم تشوفوا باللي راني نسرع فقط والامثله مانيش كاتبتهم لانه الدار شفناه من قبل. اذا تحبوا تزيدوا تشوفوه روحوا شوفوا الفيديو تاعو، مانيش راح نعاود نشرح كل شيء هنايا يعني بطبيعه الحال. عندنا الدرس الثالث اللي شفناه هو it's high time and it's about time. It's about time, it's high time قلنا تعبر على advice، نقدروا نعوضوها بشود advice اللي هي النصيحه. عن القانون تاعها يقول it's high time it's about time plus subject plus verb in the simple past، يعني بعد high time أو about time يجي simple past. عن الدرس الرابع اللي هو had better ولا had better not. had better ولا had better not نقدروا نعوضهم بشود أو to، هما كذلك يعبروا على النصيحة advice. القاعدة تاعهم هي had better ولا had better not plus time، يعني بعدهم يجي الverb without to، الverb نحيلو to تاعو يعني ما نصرفوه ما والو، ني هو نقولوا له ستام. بعد هاد بيتر وهاد بيتر نوت يجي ستام. عندنا الوحده الثانيه ولا سيكونس دوزيام اسمها كاونتر فيتين، تهدر على الكاونتر فيت ولا الايميتيتين اللي هي تهدر على التقليد. ايميتيتين كاونتر فيتين عندهم نفس المعنى، دونك الكلمات نعرفهم فيها ايميتيشن تقليد، كاونتر فيت جينيوين اصلي حاجه اصليه جينيوين. عندنا ثافت سرقة، فوز خاطئ، فورجد مزور، اند فيك اللي هو كذلك خاطئ او مزور او مقلد. شفنا فيها expressing result using so that و such that، قلنا وقتنا نستعملوا so that، so نستعملوا so plus adjective plus that و such plus noun phrase plus that، هذه نعبروا على result باستعمال so that and such that. قلنا جي so plus adjective plus that and such plus noun phrase plus that plus that. عندنا example this painting is so beautiful that everyone wants to buy it. This painting is so beautiful. Beautiful هي راهي adjective، دونك استعملنا معها so. So beautiful that everyone wants to buy it. عندنا such products are imitated to such perfection. Perfection هنا راهي noun phrase ماهيش adjective، راهي شغل noun phrase، دونك استعملنا معها such. واش قلنا؟ قلنا products are imitated to such perfection that you can distinguish between imitated products and genuine ones. دونك perfection is a noun phrase استعملنا معها such، beautiful is an adjective استعملنا معها so. نقدروا كذلك نعبروا على الريزولت باستعمال كلمات اخرى، for example عندنا so as a result as a consequence consequently. دونك نتوما قادر يعطيكم واحده من هذو يقول لكم عوضوها لي بسو ذات وساتش ولا ساتش ذات، ولا ديريكت مو يقول لك حط لي سو ذات ساتش ذات. لازمكم تعرفوا باللي سو تجي بعدها ادجكتيف وساتش تجي بعدها ناون فريز. عندنا passive voice كذلك في هذه الوحده، نشوفوا passive voice راني شرحته اللي هو نقلبوا الاوبجكت هو الاول، ومن بعد يجي من وراه الفيرب، ومن بعد فيه باي. واش يميز الباسيف فويس؟ تميزو باي ومن بعد يجي subject. دونك الباسيف فويس والاكتيف فويس راني دايره درس تاعو وشرحته مليح، دونك ماذا بكم اللي ما شافوش والله اللي حاب نساهم على باليش يروح يشوفوا. Models عندنا models expressing prohibition necessity and obligation. المودلز اللي نستعملوا باش نعبروا على المنع prohibition necessity ضرورة obligation الالزام. عندنا نستعملوا must have to need to mustn't needn't don't have to، هذا كذلك راني نقول لهم دايره الدرس تاعو روحوا شوفوه اذا نسيتوه. عندنا ethics in business هذيك شغل الوحده برك سما حوايج اللي نقراوهم في ill gained ill ill gotten gains never prosper، هذو كامل شغل قريناهم الداخل فيها اللي هي الإيثيكس. هدرنا على البيزنس الإيثيكول أنيثيكول، هذو يعني الكلمات اللي شفناهم في هذا المحور هذا كما نقولو. بيزنس اللي هو العمل، إيثيكول اللي هو أخلاقي، وأنيثيكول هو حاجة غير أخلاقية. عندنا من بعد شفنا تاع child labor اللي هو عمل الأطفال، هدرنا عليه شوية كيفاش نحاربوه كيفاش هكا إلى آخره. دونك توم هذو مجرد كلمات لازمكم تعرفوها كيما child labor عمل الأطفال، unethical ethical business إلى آخره. هذو كامل كلمات يندرجوا تحت عنوان الكبير اللي هو ill gotten gains never prosper.
عندنا الوحده الثانيه اللي هي سيفتي فيرست، السلامه اولا. سيفتي فيرست هذه على واش تهدر؟ تهدر على الفود، على الطعام، على انرجي بالانس اللي هو التوازن الطاقوي، تهدر على فود الطعام، فود بويزنين اللي هو التسمم بالطعام، سيفتي اللي هي السلامه، اورجانيك فود الطعام العضوي، انرجي بالانس التوازن الطاقوي، ادفرتايزين شفنا في هذه الوحده، ادفرتايزين شفنا في وحده سيفتي فيرست، ادفرتايزين اللي هو الاشهار، اند اوبيزيتي ومختلف الامراض الاخرى، اوبيزيتي اللي هي السمنه وامراض اخرى كذلك ممكن نشوفوها في هذه الوحده وممكن انهم يجيبوا لنا نص عليها. عندنا شفنا في هذه الوحده مودلز، مودلز اللي يعبروا على certainty, possibility and probability. certainty هي حجم اكده، possibility هي امكانيه، probability هي احتمال. دونك شفنا certainty باش نعبروا عليها، certainty هي حاجه يعني 100% متاكدين منها 100% 100%. نستعملوا باش نعبروا على certainty will certainly or will certainly not، نستعملوا will certainly مع حاجة أكيدة، will certainly حاجة أكيدة أنها ما تصراش. probability هي 80%، probability احتمال 80%، دونك نستعملوا باش نعبروا عليها will probably، will probably not، will probably حاجة هذيك أكيد أنها تصرى، will probably احتمال أنها تصرى، will probably not هذيك الحاجة أكيد أنها ما تصراش. عندنا possibility، possibility اللي هي قلنا إمكانية، عندها 50%، عندها 50%، نستعملو باش نعبرو عليها نستعملو may، may، can، may not، ولا can not، may، can، may not، or can not. وعندنا remote possibility اللي هي إمكانية بعيدة، عندها إمكانية 15% فقط، 15%، نستعملو باش نعبرو عليها might، could، might not، and could not. نشوفوا كذلك في هذه الوحدة أو شفنا كذلك the ing form، ال ing form اللي هي ال ing form يعني كلمات اللي يخلصوا بال ing، ممكن الكلمات هذو اللي يخلصوا بال ing يكونوا past participle of a verb، يكونوا past participle تاع verb. عندنا يكونوا gerund اللي هو كما نقولوا الأصل، gerund اللي هو أصل أو المصدر، adjective يكونوا صفة. نلقاهم كذلك after liking and disliking verbs، نلقاهم بعد liking و disliking verbs يعني الأفعال اللي نعبروا بها على الإعجاب أو عدم الإعجاب، after fond of and tired of، after keep on and go on، نلقاهم كذلك بعد كلمة والله fond of وبعد tired of، بعد keep on and go on. عنا the present simple tense كذلك شفناها، the present simple tense والله ممكن كنا نشوفوه في هذه الوحده تاع سيفتي فيرست. بالنسبه لي الازمنه ممكن اني ندير لكم فيرب عليهم قبل البكالوريا باذن الله، نفهمكم فيهم شويه، نقراهم لكم شويه حتى ان شاء الله تفهموهم. دونك عندنا كوانتيفايرز كذلك شفناهم في وحده سيفتي فيرست، كوانتيفايرز sufficient and insufficient amount، كيما قلنا كميه كافيه ولا كميه غير كافيه من شيء من ما، شفنا هذو الكوانتيفايرز اللي هما الحوايج نعبروا بهم على الكميه. فور كاونتبل ناونز قلنا بالنسبه للاسماء الحوايج اللي نقدروا نحسبوهم، استعملنا ماني اند فيو، بار اكزومبل نقولوا فيو بيبل ولا ماني بيبل. عندنا فور انكاونتبل ناونز حوايج ما نقدروش نحسبوهم، نستعملوا ماتش ولا ليتو. عندنا تو ليتل شوغر بار اكزومبل، السكر ما نقدروش نحسبوه، نقولوا تو ليتل شوغر ولا تو ليتل تو ماتش شوغر. فور بوث نستعملوا هذه الكلمات مع الكاونتبل والانكاونتبل ناونز، يوما لوت، اناف، سام، اني، a lot of people, a lot of sugar, enough people, enough sugar, some people, some sugar, any people, any sugar par exemple. Anna 5 expressing cause. To express a cause we use because of, as, since, owing to, due to and for. هذو اللي نعبروا بهم على السبب. قلنا because ولا because of, as, since, owing to, due to, for. لكن عندنا زوج قواعد تاعهم. عندنا because و since و as واش نستعملوا معهم؟ plus subject plus verb. يجي بعدهم subject ثم بعد الverb. أما بالنسبة because of، due to، for and owing to يجي بعدهم noun phrase. نعطي مثال، عنا because of the over consumption، because of رانا هنا يجي بعدها noun phrase اللي هو the over consumption، هذه راهي جملة اسمية because of the over consumption for example. ونفس الجملة because people consume، because
people اللي هو subject, consume اللي هو الverb, a lot of fast food for example. دونك شفنا الفرق بيناتهم, قلنا هذه يجي بعدها subject ومن بعد الverb, وهذه يجي بعدها noun phrase. عندنا اليونيت 3 الوحدة الثالثة تهدر it's a giant leap for mankind, هي خطوة عملاقة بالنسبة للبشرية, اللي هي تهدر على الفضاء, على solar system إلى آخره, اللي نقول لها astronomy and the solar system اللي هو الفضاء والمجموعة الشمسية. عندنا بعض الكلمات نعرفهم فيها هي planets, sun, moon, stars, comets, asteroids and Mars, Jupiter إلى آخره. لازمكم تعرفوا أسماء الكواكب, عندنا مارس, المريخ, عندنا جوبيتر, عندنا فينيس, عندنا يورانيوس, عندنا the earth إلى آخره. هذو كامل لازمكم تحفظوهم. أون سي جامي قلنا planets, sun, moon, stars, comets, asteroids and Mars. عشبنا فيها في هذه الوحدة used for and used to, كيفاش نعبروا على الاستعمال تاع شيء ما باستعمال used for and used to. It's used for جي بعدها verb, والverb هذا كيخلص بالing, دونك قلنا used for جي بعدها verb plus ing. for example قلنا it's used for cutting wood, تستعمل لقطع الخشب. و it's used to جي بعدها stem, جي بعدها الverb ونحيولو to تاع هذه. It's used to cut wood. عندنا second, عندنا WH questions اللي نسقسي بهم على الطول, على الهايت, الارتفاع, length, width, طول العرض إلى آخره. نستعملهم مع الكواكب, نقول نستعملهم مع الكواكب. عندنا كذلك نشوفوا فيه, والله شفنا فيه comparatives اللي هي المقارنة, comparative of equality, superiority, inferiority تاع المساواة, الحاجة فايتة حاجة وحاجة قل من حاجة. دونك عندنا الequality كيفاش نعبروا عليها, زوج حوايج عندهم نفس الصفة, نقولوا as plus long ولا short adjective. ما تهمناش long adjective, قلنا فيها أكثر من زوج syllables, و short adjective فيها one syllable, for example bad, good, big إلى آخره. ذو كل short adjectives دون قلنا نستعمله معها as plus long ولا short adjective plus as. ما عندناش قاعدة معينة للadjectives الطوال والadjectives القصيرين, دونك نفس عندهم نفس القاعدة اللي هي as plus adjective plus that. عندنا superiority, superiority فيها قاعدة تاع short adjective وتاع long adjective. short adjective نزيدو لها er plus than, for example stronger than, bigger than, هكا يعني. superiority قلنا short adjective نزيدو لها er plus than, و long adjectives نزيد more plus long adjective plus than, more beautiful than, more beautiful than, حاجة أجمل من حاجة نقولو more beautiful than. وعندنا الانفيريوريتي ما عندهاش ثاني قاعده معينه للشورت ولا اللونج ادجكتيف, عندهم نفس القاعده اللي نقولوا less big than ولا less beautiful than, less plus الادجكتيف plus than. عندنا similarity and difference, كيفاش نعبروا على التشابه ولا الاختلاف. difference نعبروا عليه ب unlike, in contrast to, but, while, whereas, different from. similarity نعبر عليها the same as, such as, like, similar to, both and to. كيعودوا زوج حوايج مشتركين في صفة واحدة, وهذه طاحت في البكالوريا, كيعودوا زوج حوايج مشتركين في صفة واحدة نلموهم في كلمة both. for example نشفيت على مثال تاع البكالوريا نورمال ما حليته من قبل, نقولوا both both internet ads and TV ads should be banned. هو قال لك TV ads should be banned و internet ads should be banned. دونك احنا واش نلموهم, نلموهم في زوج في both, الصفة هذيك نحطها مرة واحدة ما نضلوش نعودوا فيها. دونك نقولوا both TV ads and internet ads should be banned. عنا if conditional تاع suppose. suppose هذه حاجة خيالية, ممكن حاجة خيالية يعني ما تصراش, يعني نقوله فرضا, فرضا لو كان جو الكائنات الفضائية للأرض. دونك نقوله suppose plus simple past, يجي بعدها simple past. نقوله suppose you were a big player, نفترضوا انك كنت انك لاعب كبير. suppose you were a big player, were في simple past. دونك لي يجي بعد suppose نعبروا ان الverb تاعها يكون في simple past.
عندنا سادسا action verbs and stative verbs، شفناهم هدرنا عليهم شرحناهم دونك إلى ما شفتهمش كذلك راجعوا الفيديوهات السابقة. عندنا اليونيت 4 اللي هي الوحدة الرابعة تهدر على we are a family، هذه يعني نادرا يعني نلحقوا لها ولكن سما ما نقراوهاش مليح مليح. دونك كوميدي تهدر على الكوميدي اللي هي الفكاهة، هيومر اللي هو حس الفكاهة، فاني حاجة فاني مضحكة، سيك هيومر اللي هو بار اكزومبل تضحك على واحد بار اكزومبل تعاير واحد والله دير نكته على واحد باش تضحك الناس الاخرين هذا يسميه سيك هيومر. عندنا فيلينز اند ايموشن كذلك تهدر عليهم هذا الوحده فيلينز اللي هما المشاعر اند ايموشنز كذلك المشاعر. عندنا بار اكزومبل لوف هيت انجر اند فير الحب الكراهيه الغضب الخوف. عندنا هذه فيها بعض الجرامير الاجرامير اللي فيها عندنا الارتيكلز هذا الدرس راني ما درتوش دوك نشرحوا لهنايا فيت. دونك ارتيكلز عندنا ديفينيت اند ديفينيت اند زيرو ارتيكلز. ديفينيت ارتيكل عندنا اللي هو ذا هذا هو الديفينيت ارتيكلز يعني وقت نحطوه نحطو ذا وقت نحطو ا وان وقت ما نحطوش طول. ذا نستعملوها when talking about a specific person place animal ولا thing نستعملوها كي نتكلموا على شيء معين شخص معين مكان معين يعني هذيك الحاجه رانا نعرفوها كيما نقولوا the girl هذيك الطفله par example نهضر على طفله معينه نقولوا هذيك الطفله. the dog هذاك الكلب. the post office هذاك لا بوست هذيك لا بوست. the shirt وهذاك القميص يعني انت تاك تهدر مع واحد والواحد هذاك وعلى بالو على من راك تهدر او على بالو الطفله اللي راك تهدر عليها شكون على بالو الكلب اللي راك تهدر عليه شكون على بالو البوست اوفيس هذا اللي راك تهدر عليه وين جاي بار اكزومبل وعن بالو هذاك القميص اللي راك تهدر عليه واش من قميص واش من تريكو راك تهدر عليه. دونك حاجه سبيسيفيك ولا نعم سبيسيفيك حاجه محدده كيما نقولوا حاجه معروفه. عندنا نستعملوها كذلك before a noun mentioned before for example تكون تهدر كيما هنا عندنا dad brought boy with him بابا جاب طفل معاه the boy was his student حاجة ذكرناها سابقا الboy هنا الطفل هذا هدرنا عليه ذكرناه سابقا اللي هو boy ها هي boy بعدها كنزيدونا هدروا عليه في جملة أخرى نقولوا the boy طفل was his student بابا جاب معاه طفل الى for example جاب معاه طفل الطفل هذاك هو تلميذه الطفل هذاك تلميذه دونك حاجه مذكوره سابقا. before adjectives to specify category of people or things قبل adjectives اللي هما صفات to specify category of people or things باش نحدوا بهذيك الادجكتيف نحدوا كيما نقولوا category اللي هي فئه محدده من الاشخاص ولا من الاشياء for example نقولوا the rich people الاشخاص الاغنياء و the unemployed ones وغير الموظفين the unemployed ones for example نقولوا the black shirt the black shirt الاقمصه السوداء the black shirt هذه قلنا نستعملوا the نزيدوا قبلهم the. عندنا when the object or group of objects is the only one that exists كي نهضروا على حاجه الحاجه هذيك هي الوحيده اللي تكزيستي في العالم for example the stars the stars stars كاين غير نجوم وحدين برك حنا لينا نعرفوهم دونك النجوم نقولوا the stars the moon كاين قمر واحد برك قمر واحد برك نعرفوه دونك نقولوا the moon and the earth كاين ارض واحده فريده نعرفوها اللي هي الارث تاعنا كذلك بار اكزومبل عندنا ذا بيراميدز اللي هما الاهرامات كاينين اهرامات وحدين برك دونك نقولوا ذا نزيدو قبلهم ذا. عندنا undefined articles هما الا والان الا وقت نستعملوها before the عفوا ان نستعملوها before words starting with a vowel ولا vowel sounds الان وقت بطبيعه الحال نديروها كي تعود عندنا الكلمه والله هي الكلمه تبدا بفاول تبدا بفاول اللي هما الا الاو الاو الاي الى اخره هذو كامل فاولز دونك كي تعود كلمه تبدا لنا بالفاولز نديرو مع ان والله كي تعود تبدا بالفاول ساوند بار اكزومبل نلقاو اش كيما اور ان اور نقولو ما نقولوش ا اور نقولو ان اور دونك كي تعود تبدا بفاول ولا فاول ساوند.
ولا بصوت تاع الفاول. الان نستعملوها قبل الريست اوف ذا ووردز، نستعملوها قبل بقيه الكلمات، يعني اللي ما فيهمش فاول يبداو بالفاول ولا فاول ساوند. دونك نستعملوا هادو الزوج قبل، نستعملهم بيفور سينجولار كاونتبل ناونز قبل الكلمات المفرده القابله للعد، نستعملهم قبل الكلمات المفردة القابلة للعد، كما a factory، a man، a restaurant، a factory مصنع، a man راجل، and a restaurant ورستوران. عنا ثانيا نستعملهم with the names of professions and occupations مع أسماء المهن، نقولوا a teacher، an architect، a waiter. هذو كامل نستعملوا معهم indefinite articles. كذلك نستعملهم في in expressions of measurements في الأسماء اللي تعبر على القياسات. عندنا an hour، liter، عفوا هنا هي liter مش little، liter for example لترا، ولا hour ساعة، an hour little. عندنا zero article، هي ما نديروش article خلاص، يعني ما نديرو لا indefinite article، ما نديرو لا a لا an لا the، ما نستعملوش طول. عندنا before uncountable nouns used in general statements، الحوايج ما نقدروش نحسبوهم، ما مستعمله في general statements، يعني نستعملوها نهضروا عليها بصفه عامه، نهضروا بصفه عامه. money can't buy everything for example، هنا نهضروا على السوارد، نقولوا money can't buy everything، ما نقولوش the money can't buy everything، نهضروا money can't buy everything. عندنا abstract nouns الأسماء المجردة، كما honesty، peace، كما السلام، كما الصدق، كما النزاهة، هذو كامل ما نستعملش معهم article. عندنا honesty، peace. names of places and people، أسماء الأشخاص والأماكن ما نستعملوش ثاني معهم حتى article. for example نقولوا Algeria، ما نقولوش the Algeria، ولا the John، ما نقولوش واحد اسمه John واحد اسمه أحمد، ما نقولوش the أحمد ولا an أحمد، نقولوا ما نديروا والو قبل، نقولوا ديريكت مو احمد، نقولوا جون، نقولوا الجيريا. خلاص. عندنا بلورال ناونز كذلك، نستعمل ما نستعملوا حتى ارتيكل قبل بلورال ناونز اللي هي الاسماء الجمعه، كما فيزيتورز، وي ار ويتين فيزيتورز، ما نقولوش وي ار ويتين ذا فيزيتورز، والله رانا نستناو في ضيوف، رانا نستناو في ضيوف، وي ار ويتين فيزيت فور فيزيتورز. عندنا كذلك في الوحده هذه فيها لايكس اند ديسلايكس، لايكس اند ديسلايكس حوايج كيفاش نعبروا على حوايج اللي نحبوهم حوايج اللي ما نحبوهمش. عندنا each other and one another، هذا كذلك من بعد باذن الله راني نهضر عليه، each other and one another يعني ما يستاهلش بزاف لكن من بعد نهضر عليه. عندنا unless، unless شفناها مع بعضنا، القاعده تاعها تقول main clause الverb تاعها في future simple، ومن بعد تجي unless، ومن بعد subordinate clause الverb تاعها في present simple. دونك هذو هما كل الوحدات، قلنا عندنا ربع وحدات، الوحده تاع الايثكس ان بزنس، الوحده تاع سيفتي فيرست، الوحده تاع الاسترونوميا ذا سولار سيستم، والوحده تاع وي ار اي فاميلي. ان شاء الله نكون افدتكم شويه بهذا، يعني هي كشغل نظره عامه ماشي ملخص ملخص، لكن كشغل نظره عامه على الوحدات واش قرينا فيهم، وتذكير بسيط بالقوانين والقواعد اللي شفناها مع بعضنا. الفيديو القادم باذن الله راح نزيد نهضر على الوحدات ولا الوحدتين اللي بقاو تاع اللغات الاجنبيه اللي هي تاع الايديوكيشن اند اكسبلورينغ ذا باست تاع الحضارات وتاع الايديوكيشن تاع التعليم كذلك. الفيديو القادم باذن الله نهضر عليها. كذلك كش ما تحتاجوا راسلوني على صفحه الفيسبوك، كش ما تحتاجوا زيد يقولوا لي في لي كومونتير ونساعدكم بشي اللي نقدر عليه باذن الله. نتمنى ان شاء الله كنت فدتكم في فيديو هذا وفي فيديوهاتي السابقه. ما تنساوش تدعيوا لنا دعوه الخير، ربي ينجحكم كامل ان شاء الله وربي يوفقكم. الى اللقاء ونتلاقاو في الفيديو القادم باذن الله. سلام.